السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال حبيباتي. بالنسبه لهذا الفيديو فيه مجموعه من الموديلات الجلابه المغربيه اخر ما كاين في تنبات وفي الطرز وفي الرنطة. فكما كتشوفوا معايا هنا في هذا الموديل هذا فهو منبت كما تشوفوا معايا جلابه دو بياس باللون الاحمر، هنايا اللون في اللون. فكما كتشوفوا معايا هنايا ففصلة مخزنية، وفي هذا الموديل هذا عاشقة التنبات بالجار. فكما كتشوفوا معايا فهي جلبة منبتة، وهذا موديل اخر بالنسبة للطرز. فهنا الشكلات متنوعة ورائعة، هنايا شوفوا معايا التناسق ديال الالوان فهو رائع. وهنايا بالنسبة لهنايا فيه السيدات العاشقات اللون الاسود، انا كذلك. فهذا الطرز مختلف جدا على اللي دارت بزاف هاد السنة. وهذا موديل اخر بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا الطرز وخياطة المعلم، فهاد الشكل هذا فهو رائع. وهنا فوق الكتيفات كما كتشوفوا معايا الخدمة، والخدمة هنايا في الصدر فهي خدمة رائعة جدا. وهذا موديل اخر اللي هو رائع رائع في قمة الروعة والاناقة. فهنا كما كتشوفوا معايا خدمة اليدين كي دايره، الطرز كيفاش مخدوم، عندنا عقيدات حتى لتحت في الجلابة، يعني من فوق حتى لتحت في الجلابة. وعندنا هنايا كتشوفوا الخدمة معايا هنايا كاين هنا التنبات ديال 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 الجوهر، فهو صراحة رائع. شوفوا معايا الخدمة هنايا والصفيفة، وكذلك العقيدات. شوفوا معايا الخدمة كيفاش مخدومة والتناسق ديال الألوان. شوفوا معايا اللون ديال الجوهرة كيف داير واللون ديال الخياطة، يعني وحكينا واحد التناسق ديال الألوان عفوا اللي هي رائعة جدا. فهنا الصورة كتقربكم أكثر الجلابة كيفاش مخدومة وكيفاش ملبوسة كذلك. فكنتمنى إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي كومنتير وبلي لايك. فهنا الصورة كتقربكم أكثر الخدمة كيفاش مخدومة فهي رائعة. وهنا بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا التنبات فهو كذلك هنايا رائع. فهنا في هاد الجلبة هادي كاين واحد التناسق ديال الألوان اللي هو غزال، هنايا شوفوا معايا فهو غزال صراحة، والرشمة حتى هي غزالة. وباش نختاروا هاد اللوينات هادي خاصك تكون عندنا واحد الخبرة ديال الألوان، يعني تكون عندنا واحد كيفاش نساجمو لون مع لون. صراحة كاينة واحد الخدمة هنا اللي هي رائعة جدا. وهنا بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا اللون الأزرق الملكي وكذلك هاد الرشمة هادي فهي رائعة جدا. وهنا شوفوا معايا هنا فصلة عادية وبالتنبات، هنا الصورة كتقربكم أكثر للجلابة كيف ملبوسة. وهنا موديل آخر بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا التنبات، فهنا رشمة أخرى رشمة جديدة فهي صراحة رائعة. وهنا كاين واحد التناسق الأنوي اللي هو رائع جدا. وما نساوش السيدات اللي كيعشقوا الطرز مع التنبات في نفس الوقت. وهنا السيدات اللي كيعجبوا اللي كيعشقوا الراندا فهي كذلك رائعة. شوفوا معايا هنا الضريسة ديال الجلابة كيفاش مخدومة والألوان كيفاش مخدومين، صراحة رائعة رائعة جدا. هنا الصورة كتقرب لكم الجلابة. وهنا نوع آخر ديال خدمة المعلم فهي كذلك رائعة. شوفوا معايا السفيفة كيفاش مخدومة، هنا الجلابة، هنا الصورة كتقرب لكم أكثر الجلابة كيفاش ملبوسة والألوان كيفاش تختاروا الألوان اللي تخدموا بها الجلابة، صراحة رائعة جدا. شوفوا معايا السفيفة، شوفوا معايا العقيدات رائعة جدا غزالة ما شاء الله. وشوفوا معايا هنايا في هاد الجلابة هادي موديل آخر ديال الطرز فهو رائع كذلك. وهنايا طرز آخر، طرز مسوس صراحة فهي رائعة جلابة دو بياس. فهنا الصورة كتقرب لكم أكثر الخدمة كيفاش مخدومة. شوفوا معايا السفيفة، العقيدات صراحة رائعة الخدمة هنايا.
هنا كيبقى نفس الموديل، فقط الاختلاف في اللون. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك وبالجيم وبالبارطاج. هنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. بالنسبه للسيدات اللي كيعجبو هذا اللون تاعو رائع جدا. انا شوفوا معايا الخدمه هذه فهي رائعه جدا كذلك. وهنا بالنسبه للسيدات العريسه ديالنا هذا العام، بغض ربي يسهل يا ربي على كل عروسه، والله يفرح الجميع يا ربي. شوفوا معايا هنا شي حاجه اللي هي جديده ورائعه، ومعايا هنا الخدمه فهي صراحه رائعه.